بسم الله. ان شاء الله يا اخوانا ديت هتكون سلسله جديده كده هنسميها معلومات ضروريه في علاجات المسالك البوليه. المعلومه الاولى ممكن تكون الاعراض واحده والطبيب كاتب نفس العلاج، باختلاف هنا يكون في مده العلاج. يلا نشوف مع بعض. ايمن وايمان الاثنين اخوات في سن الجامعه، جايين من عند اخصائي المسالك باعراض الم في التبول، عسر في التبول، ألم أعلى المنطقة التناسلية اللي هي بنسميها كده السوبرا بيوبيك، وحالة كده بنسميها إرجنسي وفريكوانسي، يعني رايحين جايين على الحمام بس مفيش حاجة بتنزل. ماشي كده؟ كتب الطبيب للاتنين سبترين أقراص، وفي بعض البلدان بكتيرين. ماشي كده؟ اللي هو تركيبته سلفا ميثوكسازول ترامي سوبريم دبل سترينث. دواء سلفا شهير جدا جدا جدا. قال لأيمن أنت 5 أيام. وقال لإيمان أنت 3 أيام. ايه بقى الاختلاف؟ الاختلاف ان ايمن مذكر وايمان مؤنث، هو ده الاختلاف. ايوه، الحاله طالما انها راجل تمام كده فوصفها كده بيكون اسمها كده كومبليكيتد سيستايتس، يعني هنا بيكون التهاب في الجزء السفلي، التهاب ميكروبي طبعا في الجزء السفلي من الجهاز البولي، وصفه اسمه كومبليكيتد. ماشي كده؟ طيب، وبالنسبه لايمان طالما انها بنت وطبعا مش حامل وما عندهاش اي امراض مزمنة ولا عندها مشاكل تركيبية بالنسبة للجهاز البولي، تمام كده؟ اللي مركبة قسطرة ولا عندها اي مشاكل في حاجة زي كده، فالحالة كده اسمها uncomplicated cystitis، بتاخد بس 3 ايام. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم على خير، ولا تنسوا اللايك والشير. شكرا والسلام عليكم.